نعم كل هذه كلمة صعبة. أعطوني إجابة أخرى. هذا مكان. إذن الإجابة اللي قالتها زميلكم هي نعم النصائح التي قدمها الشاعر صالحة لعصرنا. على بالكم كيفاش تجاوبوا على السؤال هل هل نعم أو لا؟ شوفوا معايا كلمة نعم هذه كلمة نعم 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 جي بعدها فاصل. هذه نعم وحدها راها إجابة yes or no. هذه نعم عليها نص أو مش عارف شرح يعطيك النص أو 75 أو 4. هذه نعم بعد راح تدافع عليها هنا لازمك تدير الفاصل لازمك تدير الفاصل علاه باش تفصل هذا الجواب على هذا الجواب. إذا ما درتش الفاصلة راك ما فصلتش لأن عصرنا مشابه لعصر الشاعر. نزيدكم حاجة واحدة أخرى كما أن النصائح التي قدمها صالحة لكل زمان ومكان. فطلب العلم مثلا صالح لكل زمان ومكان. تقدر تقول واحد أطلب العلم دركا غدا بعد غدور. صح جيد جدا. حنان السؤال الرابع ما هو أسلوب التلقين والتوجيه الذي يعتمده الكتاب في عصر الضغط؟ نمحي السبورة خلاص؟ خلاص جميل جدا الحمد لله كي كملتم أول مرة طولوا في الكتابة مرتين ثم بسرعة صح. ولكن ربما بها حاجة جديدة عليكم هذه بأنني أول مرة ندخل في الشعر التعليمي. سقسيني سؤال أدبيين قالوا لي أستاذ هل الأدبيين إحنا نقرأوا الشعر التعليمي ولا ما نقرأوش؟ ما تقرأش ما كاش في الكتاب بتاعك. صح الشعر التعليمي هذا يشبه الشعر الزهد نتاعك انت يا. ولكن هنا كي تجي تفكر تين سقسيك سؤال قرأ لي تحط القصيدة أمامك. هل قصيدة تمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش. هل قصيدة فيها خوف من القبر والخوف من عذاب آخرة والخوف فيها الندم على الذنوب؟ ما فيهاش ما يهاجم. صح القصيدة فيها نوع من التعليم فيها نوع من إصلاح المجتمع. جيد جدا جيد جدا. سؤالي بعده وش قلتوا لي؟ ما معنى أسلوب التلقين والتوجيه؟ والتوجيه هذا الأسلوب يسموه الأسلوب المباشر عن طريق فعل الأمر. عن طريق فعل الأمر. هل تعتقدون أن الأسلوب المباشر عن طريق فعل الأمر هو أسلوب مفيد؟ ما هي الأساليب الموجودة اللي قريناها؟ عندنا أسلوبين. عندنا الأسلوب هذا يسمى أسلوب إنشائي ولا خبري؟ هذا أسلوب إنشائي صح ولا؟ وقرينا الأسلوب الخبري. وكيف قرينا الأسلوب الخبري؟ قريناه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الأسلوب الإنشائي هو الأسلوب المباشر والأسلوب الخبري أسلوب غير مباشر. وشكون الأسلوب المفيد أكثر؟ الأسلوب الإنشائي المباشر أم الأسلوب الخبري غير مباشر؟ صح جيد جدا. تريح مع صاحبك نتايا يجيك بيك نتايا وش يقول لك؟ يقول لك البكالوريا راها قربت أسلوب خبري ولا إنشائي؟ البكالوريا راها قربت. أنت تأكل في المقاروني ماكش حاط مع أبويك تأكل في المقاروني إيه صح راها قربت أبوي رح الله فيك والله راه قريب. هذا ربما يفهمه اللبيب ذكي تلميذ ذكي يعرف باللي راه بيو يقصد له باللي اسمه محمد البكالوريا راه قربت فوق فوق استيقظ. التلميذ الغبي اللي الله قالب عليه يقتل كل مقاروني تاعو ما نورمال تحيه الجزائر. اما يجيك بويك مثلا يا نوض تحفظ اي اسرع امشي احفظ واروح اروح شوري لي واش حفظ اسرع. من هو الأسلوب الأكثر تأثيراً؟ أسلوب المباشر. إذن الأسلوب المباشر هو الأسلوب أكثر تأثيراً لأنه يفهمه العامة جميع الناس يفهمه. إذن هل تعتقدون أن أسلوب التلقين والتوجيه مفيد؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعتمد على الطريقة المباشرة والبسيطة الواضحة التي يفهمها الجميع. إذن نعم نعم لأنه يعتمد على الأسلوب الواضح والمفيد الذي يفهمه الجميع. صح. سؤالي بعده جيد. حقل الدلالي حق تعرفوه هو المجال الدلالي. شكون اللي ما يعرفش حقل الدلالي يرفع يده. تعرفش حقل الدلالي؟ شوفي معايا بنيتي ركزي معي. عصفور شجرة نخلة سحابة نهر وين نلقاهم بنيتي؟
في الطبيعة، هذا يسموه حقل الطبيعة. لو شون ليكسيكال اكزاكت. خلاص متفاهمين؟ جيد جدا. شكون اللي ما فهمهاش؟ حقل الطبيعة الدلالي فهمتوا؟ ركز معايا. حقل الدلالي مثلا قتل، تشريد، دمار، تعذيب، وين يكونوا هذا؟ في الاستعمار، في الحرب. تمام. عصفور، شجرة، نهر، سحابة، وين يكونوا هذا؟ طبيعة. جيد. إذن الكلمة الأم، كلمة مهمة اللي تشملهم أكل. هذا الحقل وش راه يقول هنا يعني؟ الأغاني، الغزل، الهزل، الجاهل. حقل شنو؟ حقل الملذات، حقل اللهو، حقل الشهوات، حقل الغفلة. متفاهمين؟ الحقل هو يقبلهم قاع، لا ما يقبلهمش. نعم، مترادفات هذه. النص مجموعة من النصائح والإرشادات، هل يمكنك التقديم والتأخير فيها؟ النص مجموعة من النصائح والإرشادات، هل يمكنك التقديم والتأخير فيها؟ نعم. تقدم أو تقدريش؟ جيد جدا. حطي صبعك على البيت رقم ثمانية. ادرا هيا ركزي معي. اي بني اسمع وصاك، ركزي معي من راني بديت. اي بني اسمع وصايا يا جماعه، حكما خصت بها خير الملل. اعتزل ذكر الاغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل، واطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير عن اهل الكسل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل. واطرح الدنيا فمن عاداتها تفيض عالي وتعلي من سفل. واترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. هل يمكن تقديم وتأخير؟ اقتنعتي باللي يمكن؟ جيد جدا. مادام يمكن معناها يمكن التقديم وتأخير، ها؟ مادام راها نصائح، هل يمكن تقديم وتأخير؟ نعم يمكن التقديم وتأخير. شوفوا معايا، ركزوا معايا، كاين واحد الحاجة لازم تفهموها مليح مليح، اللي هي السؤال تاعها ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء القصيدة؟ العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء القصيدة، يجيك تجيك بسؤالين، يا إما يقول لك ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء القصيدة، أو يقول لك بنفس الأسلوب هل يمكن التقديم والتأخير في الأبيات؟ راه نفس السؤال. علاقة معنوية نفس. نعم نفس السؤال. شوف عندنا علاقات، عندنا ثلاث علاقات، عندنا وحدة البيت، عندنا وحدة الموضوع، عندنا الوحدة العضوية. تلاحظوا لي في واحد الحاجة نفهم هذا. وحدة البيت أي تقولي لي أكيد نعم يمكن، لا لا يمكن، هذه ما نقولوا فيها والو، ما تخصكش عليها أصلا. فاهمين؟ شوف معايا، لما يكون البيت عبارة عن مجموعة من النصائح والإرشادات، يمكن ولا لا يمكن التقديم بني؟ كيما هذا النص، نصائح ولا مش نصائح؟ نقدر نقدموا ونوخروا ولا ما نقدروش؟ نقدر نقدموا ونوخروا. نعم يمكن التقديم والتأخير، لأن النص عبارة عن مجموعة من النصائح. هذه الظاهرة تسمى ماذا؟ هاو قالك ماذا تسمى ظاهرة؟ هذه الظاهرة تسمى ظاهرة وحدة البيت. مادام قلتي نعم، لأن البيت مجموعة من النصائح، وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة وحدة البيت. البيت كل بيت مستقل عن نفسه، يعني استقلالية البيت. نعم عادي عادي، بصح ما جاوبتيش، ما قلتيش بأن النص عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من النصائح. مادام قالت جيد جدا، نعم يمكن التقديم والتأخير، لأن كل بيت مستقل بمعنى. جيد جدا، مستقل بمعنى كل بيت. أنا قلت لكم خير حيلة أن يترك الإنسان الحيلة، منين جبتها؟ منا معناها البيت هذا استعملته كمثل. الوحدة العضوية لا يمكن التقديم والتأخير، لأن النص تحكمه الوحدة العضوية، وقت النص تحكمه الوحدة العضوية، لما يكون النص تاعك متسلسل ومترابط. فاهمينها ومش فاهمين؟ لما النص تاعك عود هذا عاد من نلقاوها، نلقاوها عند زوج من الناس، نلقاوها في الشعر الحر، نلقاوها في الشعر الرومانسي. كاين اللي يقول لك نلقاوها في الشعر الواقعي، ولكن احنا رانا نحوسوا على هذه. نلقاوها في الواقع، عطينا وحده رومانسيه. نعطيكم مثال في الرومانسي ولا في الحر كما تحبوا. في الحر نشتي نحكي لكم واحد القصه، انا قصه التينه. شنو التينه؟ كرطوسه، شجره كرموس، تينة. هذه التينة دائما تعطي الثمار والظل.
هذه المرة خمت هي فكرت قلت لماذا أنا نمد لماذا أعطي الثمار والظل بالرغم من أنني أنا لا أستفيد منه. تينة تأكل كرموسة ما تأكلش كرطوس. فماذا فعلت هذه التينة؟ قالت لصحباتها باللي الصيف الجاي ما نزيدش نمد. كمان وتينة غضت الأفنان طرية الأفنان معنى الشابة للسعجية للدنيا. الأفنان هما أغصان باسقة. قالت لأطرابها تربونا صديق أطرابها صديقات والصيف يحتضر في نهاية الصيف الكرطوس يجينا في بداية الخريف. وتينة غضت الأغصان باسقة قالت لأطرابها صحباتها والصيف يحتضر. وش معنى يحتضر؟ يموت في نهاية. لأحبسن على نفسي عوارفها. وش معناها؟ ما نزيدش. فلا يبين لها في غيرها أثر. الأثر تعيش شبا في الناس. كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها وليس لي بل لغير الظل والشجر الظل والثمر. جاء الربيع واحتلت بخضرته وزينت بالسندس الشجر. جاء الربيع زينت الأشجار وظلت التينة الحمقاء عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر. علاش عارية؟ لأنها حالفة أقسمت. فلم يطق صاحب البستان رؤيتها فاشتثها فهوت في النار تستعير. سأسألكم سؤال، هل يمكن تقديم التأخير في أحداث هذه القصة؟ مستحيل، لأنك إذا قدمت أخر تختل القصة. هذه يسموها الوحدة العضوية، أي النص لا يمكن التقديم والتأخير فيه. هذه الوحدة العضوية شنو الحاجة اللي تتحكم في الوحدة العضوية؟ تتحكم فيها واحدة الحاجة اسمها صدق العواطف. معناها أنت على بالك علاش ما تقدرش تقدم وتأخر؟ لأن العواطف صادقة، المشاعر جياشة. راك معايا ماكش معايا؟ معناها المشاعر تأتي هكذا تباعا لا يمكنه أن تفهمين صح. ركزي معي. قال لك ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء القصيدة؟ تقولي العلاقة المعنوية هي الوحدة العضوية لأن النص لا يمكن التقديم والتأخير فيه. خلاص هذا مكان. كان يقول لك سؤال واحد أخر طريقة واحدة أخرى، هل يمكن التقديم والتأخير في الأبيات؟ تقولي له لا يمكن التقديم والتأخير في الأبيات. فهمت لك؟ علي لكن معي مش معي. بمعنى راح سقسيك بإحدى الطريقتين، أنت لازم تكوني ذكية. هذا السؤال تكرر في البكالوريا 3 مرات، وهذا السؤال تكرر في البكالوريا 2 مرات، هل يمكن التقديم والتأخير؟ بمعنى جاد بالسؤالين بالطريقتين. تفهمي وحدة الموضوع شنو؟ أي أن النص يتحدث على موضوع واحد. لأن النص يتحدث على موضوع واحد بمعنى يتحدث على موضوع واحد بمعنى ماذا؟ تقدم وتأخر ولا ما تقدمش وتأخر كما تحب، ولكن يتحدث على موضوع آخر. وبالتالي هذه دائما الأغلبية نلقوها في المقال. خلاص أغلبية نلقوها في المقال. سؤالي بعد لخص القصيدة مراعين نية قلت تلخيص. كيفاش نلخص القصيدة؟ هيا أعطوني تلخيص القصيدة. أعطوني تلخيص القصيدة. كيفاش نلخص القصيدة الآن؟ شاهد بنية شوف تلخيص القصيدة كيف يكون. شوف ها تلخيص القصيدة يعتمد على 3 تقنيات: الحفاظ على الضمير، الحفاظ على الأفكار، الحجم. كاين أخرين يقول لك الحجم وسلامة اللغة، هذاك ما نمنش بهم أنا. حجم وي بصح الأفكار لازم تكون نفس الفكرة ما تجيبليش فكرة واحدة أخرى. الضمير لازم يكون ضمير نفسه، إذا كان ضمير غائب ضمير غائب، ضمير متكلم ضمير متكلم. هنا منوع الضمير هنا، منوع الضمير هنا. صح سقس. شوفي نعطيكم أبسط تقنية من تقنية التلخيص. حنان انظري لي هنا، الشاعر هذا يهدر مع واحد كاينه ولا ما كانش؟ واش قالوا؟ اختصار اعتزل. أعطيني واش قالوا بالحوصلة، ما تقوليش قالوا اعتزل. واش قالوا؟ يجب عليك منا تعلم أي نعم ثم هاي كيفاش بدا ينصح فيه؟ واش قال؟ قالوا عليك ترك ملاذ الدنيا، هذه الفكره الاولى. فان الموت حق على تحدث عنه. ها سنه نديروا خطه قبل الضربه الاولى. واش قال المره الاولى؟ واش قال؟ الترك من بعد مره الزواج. واش قال؟ الموت من بعد مره الزواج. واش قال؟ العلم. هكذا خلاص هذو 3 افكار راح نمروا عليهم. صح زيد لخصهم لي في 2 سطر. ما تقوليش يرى الشاعر ولا يعتقد الشاعر هذه خطا. ما كاين أسد يقول لك صحيح. أنا أرى أنها غير تلخيص مباشرة تنتهي الشعر. صح وش تقول لي هنا؟ عليك بترك كم لي عاودي؟ عليك بترك كل ما يلهيك في الدنيا. ما يلهيك في الدنيا هو الشهوات واللذات والأغاني والغزل. احنا رانا نلخصوا ما نشرحين ان نشرحوهم الحوايج. جيد جدا. فآخرتها موت. جي فأنت ميت لا محالة.
بل يجب عليك. جيد جدا. يجب عليك طلب كما يجب عليك. شوف أنا نديت في الروابط كما فيجب عليك طلب العلم وترك الملذ وطلب العلم والزهد في الدنيا. هذا هو التلخيص. التلخيص لازم تحافظ فيه على الضمير، تحافظ فيه على الأفكار العامة، أفكار الإجمال. ما تروح ليش الأفكار الجزئيات البسيطة هذه، إضافة إلى الحجم لازم يكون حجم طويل. التلخيص يكون باثنين إلى أربعة أسطر، إذا كان فات الخمسة أسطر وأربعة تولي تكتفي نص واحد آخر، وبالتالي هذا أمر غير مقبول. النص نزعة، نزعة إصلاحية، أين تظهر؟ مثل لها وتظهر ذلك في لا لا قبل وضحها قبل. نزعة إصلاحية وتظهر من خلال دعوة الشعر إلى ماذا؟ إلى الاستقامة. جيد جدا. أعطوني أمثلة. ما عجبتكش كلمة استقامة؟ هيا أعطينا كلمة أخرى غير استقامة. قلت لكم الاستقامة ما عجبتنيش، أعطوا لك كلمة أخرى. شو نديروا هذه الحاجة هنا؟ وش هي هذه؟ هاي والله إيه هذا راجي هنا جميلة. اسمحوا لي لا لا ما يصفر صح كملوا. إذن دعوة الشعر إلى ماذا؟ النزعة الموجودة في النص هي النزعة الإصلاحية وتظهر من خلال دعوة الشعر إلى الاستقامة وتذكر الآخرة. هذا هو التمثيل. هذا التوضيح. تمثيل. أعطيني أمثلة من النص. صح. النزعة وش هي؟ النزعة شنو النزعة؟ إصلاحية. جي إصلاحية صح. شوف فرح جو توضيحها وتظهر من خلال دعوة الشاعر، من خلال دعوة الشاعر إلى ماذا؟ إلى الاستقامة. أك وضحتها. التعليل عفوا التمثيل. اعتزل اتقي وغير ذلك من افعال الامر التي تدعو الى الاستقامه. راك فاهمين حق هذا لاسويس كيفاش؟ اللي بعدها نمط غالب على النص وعلى الاجابه. جيد نمطين مش واحد فريد. اش فهم؟ لا لا ها قلنا واحد مع واحد، واحد غالب واحد خالب، ما ديريش زوج غالبين. جيد نسيتوها. النمط الغالب شنو هو قلتوا لي؟ جيد ركز معايا ركز معي. شوف اولا حاجه راح نديروا جدول، جدول كما علمتونا صح. جدول واش نديروا؟ النمط تاعنا شنو هو؟ نمط لا مش وصفي. امري واش يخدموا؟ حجاجي. جي اذا امري حجاجي. التعليم لازم تعلم، ما قالكش علل علم. التعليم لان الشاعر يوجه نصائح، يوجه نصائحا معتمدا اسلوب الحجاج، اسلوب الاقناع، اسلوب الاقناع الموت وكذا الى غير ذلك. مؤشر واحد شنو هو؟ نمط افعال الامر. لا افعال مضارع، افعال مضارع مؤشرات نمط الوصف. جيد جدا. افعال الامر شنو؟ اعتزل زيدوا اتقي زيدوا جانب وغير ذلك. عندنا المؤشر الثاني اللي خاص بالمؤشر الحجاجي شنو هو؟ قبل ما نروح للمؤشر الثاني تاع الحجاجي، كاف الخطاب. كاف الخطاب كاف الخطاب عندنا كاين مخاطب هنايا ولا ما كانش؟ ما كانش امر ها ما كانش ما كانش كاع كاف الخطاب، ما كانش ضمير مخاطب كاع هنا. انت اعتزل انت ها صح صحيح اطلب ها النداء. النداء واسلوب التنبيه شنو هو؟ اي بنية زيدوني ولا نديرو هنايا مش نديرو الانشاء. النداء زيد لا تكسل. لا تكسل راه مش امر نهي. زيدوني الحجج. اعطوني الحجج. اين نمرود؟ هذه حجه كتب الموت. هذه ايضا حجج. اذا هذه نمط حجاجي، وهذو اثنين نمط امري. هاك ثاني راح عنده اسم واحد اخر امري اعازي.
زوجين. إذن وش في مؤشرات؟ عنده أفعال الأمر، أساليب إنشائية، والنصائح والإرشادات وغيرها. فهمتوني يعني؟ كيف الخطاب وغيرها؟ صح. إعراب من فوق السطر، إعراب مفردات. أغاني وش نعربوها؟ ذكر الأغاني. الأغاني وش نعربوها؟ ذكر الأغاني. هم عليش معلش. أغاني فعل مضارع. الله يبارك الحنان. أغاني وش نعربوها؟ كملت الكتابة خلاص؟ أغاني وش نعربوها؟ مضاف إليه. عجيد. كم لي من الإعراب؟ مجرور. إيه. كسرة. إيه. ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. أحسنت. منع من ظهورها الثقل لأنها تنتهي بالياء. إذا كانت عدنا ياء واو هذو نسموهم الثقل. ألف ولا ألف مقصورة هذو نسموهم تعد. صح. أي بنية. بنية منادى منصوب عادي. منادى منصوب. تفضل. هذا الجدول شنية ورا المؤشر الإنشاء. أساليب إنشائية. مؤشر هو الإنشاء. منادى منصوب. أي بنية منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. خلاص راك معايا قد راك مهيلين. ها جيد. إعراب الجملة الأولى. ركزي مليح. واتق الله فتقوى الله. لا الإسمية مش فعلية. ما عليش فعلية ولا إسمية مهمنيش. أعطوني إعراب. تقوى اسم فعلة. تقوى اسم جيد جدا. ركزوا معي. فتقوى الله ما نوع الجملة هنا؟ فيها الفاء. شو تفهمنا على الجملة اللي قدامها الفاء؟ تقي الله فتقوى الله. جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. استئنافية لا محل لها من الإعراب. صح. طرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي. تخفض العالي على من ترجع؟ الدنيا. ترجع الدنيا. جيد. اعربوها. إذن جيد. إذن هي حال. ترجع على الدنيا. الدنيا معرفة. إذن هي. إذن هي حال. ننتقل إلى السؤال الموالي. لعب الضمير دورا هاما في بناء النص. حدده. ما هو الضمير؟ الضمير أنت. جيد جدا. عائده من هو؟ ليس القارئ ولكن المجتمع أو أفراد المجتمع آنذاك. أفراد المجتمع آنذاك. جيد. ماذا؟ قال لك لعب الضمير دورا هاما في بناء النص. جيد جدا. حدده. نعم ضمير الغالب. أنت. أنت. جيد. عائده على من يرجع؟ أفراد المجتمع آنذاك. جيد. ضمير مخاطب. مخاطب. شكون اللي قال ضمير الغالب؟ ضمير مفرد المخاطب. أنت. ما دوره في بناء النص؟ إيش قلنا على الضمير؟ يلعب الضمير دورا هاما في الربط. الربط يلا بين أجزاء النص. أجزاء النص والإحالة. أحسنت. والإحالة. الربط بين أجزاء النص والإحالة. جيد جدا. الخيال الغائب في النص علم. الخيال الغائب في النص علم. لماذا الخيال غائب في النص؟ لأنه يخاطب العقل. جيد. لأن الشاعر يخاطب العقل. لأن الشاعر ينتهج الأسلوب مباشرة. ما الأسلوب الغالب على النص؟ خبري ولا إنشائي؟ إنشائي. إنشائي. خرجي لي مثال. اتقي. اتقي. جيد. ما نوعه؟ أسلوب إنشائي. صيغته؟ صيغته الأمر. جيد. غرضه؟ غرضه النصح والإرشاد. جيد جدا. النصح والإرشاد. أحسنتي. أحسنتي. الآن منال تحدث عن أسباب شيوع الشعر التعليمي بلقيس. ما هي أسباب شيوع الشعر التعليمي؟ وش قلنا؟ انتشار العالم. الفساد والفواحش فيه. جيد جدا. عرفي لي الشعر التعليمي. هو لون شعري. لون شعري. كمل. قديم. يعلم الناس أمور الدين والدنيا. جيد جدا. وما يهمنا هو أمور الدين. تحدث عن الخصائص الفنية لهذا اللون من الشعر. ما هي خصائصه؟
اعتماد الأسلوب توجيهات والنصائح اعتماد الأسلوب المباشر خلوه من العواطف رائدين من رواده إذن ابن نباتة وابن عربي. إذن الحصة القادمة إن شاء الله راح نديروا الشعر التعليمي الوصفي وبعد ذلك نختم الشعر التعليمي نصين كافيين جدا. الخيال غائب في النص علي. الخيال هو الصور بيانية. الصور بيانية عندها اسمين سموها صور بيانية وسموها الخيال. الخيال علاش غائب في النص؟ لأن الشاعر يعتمد على الأسلوب مباشر. خلاص متفاهمين؟ لأن الشاعر يخاطب العقل كما أنه يعتمد على الأسلوب المباشر. هي إنشاء يعلم علل لأن الكاتب يقدم مجموعة من النصائح والإرشادات وهو يحاول التأثير في المتلقي. لأن الكاتب يقدم مجموعة من النصائح والإرشادات وهو يحاول التأثير في المتلقي. استخرج مثالا مبينا صيغته. استخرج مثال قلنا اتقي صيغته الأمر غرضه النصح والإرشاد. بلقيس لقيتي روحك أسلوب إنشاء لقيتيه؟ لقيت روحك ترك لباس جيد جدا فهمتي في الخلف لباس متأكدة الحمد لله خلاص أهلا سكر. إذن نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. أتمنى لكم التوفيق. نلتقي مجدداً